انفاس تي في. حنا اليوم كنتواجدوا وسط محطه لسيارات الاجره للحجم الكبير، ومعنا عدد من السائقين ديال سيارات الاجره وحتى المسؤولين على سيارات الاجره في هذه المحطه. هذه غنتناولوا المشاكل اللي كتعاني منها سيارات الاجره الحجم الكبير على لسان السائقين ديالها والمهنيين ديال هذا القطاع، فبقوا معنا. كان عندنا مشاكل كنتخبطوا فيها بزاف 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 في هذه المنطقه البرنوصي، يشرتوا محطه السلام بسيت البرنوصي. عندنا مشاكل، اول حاجه من ناحيه ديال المحطه ما كتوفرش على جميع الامور اللي خاصها تكون في المحطه الاستراتيجيه. هذه المحطه عندنا ولات محطه عشوائيه، ما عندناش المراحيض، ما عندناش مساجد، ما عندنا والو في هذه المحطه اللي كنتخبطوا فيها. وزياده على هذا الشيء عندنا محطات عشوائيه اللي كيتخبطوا فيها جميع المسؤولين وجميع السائقين المهنيين اللي كيزاولوا هذه المهنه. مثلا كناخذوا الجماعه ديال سيد البرنوصي فيها عشوائيه، المحطات كيبقاو خاوين والعشوائي كيبقى عامر. هذا هو المشكل اللي كيتخبطوا فيه الناس ديال محطه السلام. وحنا كنعيشوا واحد المشاكل هنا ديال يعني الناس الفوضى وانعدام الامن بعض المرات، يعني في الليل وفي الصباح مثلا هنا على مثلا على نطاق البرنوصي عين سبع. وكاينه بزاف المشاكل اخرى من بينها مثلا لا روسيت اللي باقا طالعه، والناس السائق المهني كيعاني الامرين، يعني المحروقات غاليه ولا روسيت غاليه، فهمت؟ يعني كاين بزاف الاكراهات اللي خاص الناس المسؤولين يتدخلوا بشكل عاجل وفوري باش يحلوا هذه المشاكل. بغيت نضيف واحد جوج نقاط اللي ما ضافوهمش الدراري اللي هضروا قبل مني. يعني كاين واحد النقطه ديال الحافلات ديال المحمديه الدار البيضاء، كيدوزوا على طريق ديال كيدخلوا البرنوصي لداخل باش يهزوا لهم البلايص. هذه موضوع ديما كنشكاو منه، ما عمر شي حل لقيناه. وكاين موضوع ديال الطاكسيات الشيبيه اللي ديما صراع مع المحمديه والبرنوصي. يعني في المحمديه تدخل لك طوموبيل فوري، يعني الا خديتي البلايص، وكيف بالنسبه للبرنوصي ما كياخذوش داك القرار العاملي انه يخدموا عليه. كاين واحد النقطه اخرى هي على مستوى محطه ديال البرنوصي، محطه رسميه. كاين واحد المحطه اخرى اللي دارت على مستوى الجماعه، محطه هي ثانويه، وهي كتشكل على الدراري واحد العبء، انه الدراري فاش عاودوا يخدموا في المحطه كيمشيو ياخذوا لهم البلايص من تم. من المشاكل اللي كنتخبطوا فيها دابا هو كتشوف دابا السعر ديال المازوط طلع، دابا ولات 10 درهم 25، يعني الشيفور راه صافي الله الغالب الله. حنا كنطالبوا بالدعم، حنا ما كنطالبوا بحتى شي حاجه، خاص الطاكسي تا هو خصو الدعم كما القطاعات الاخرين كيدعموا السياحه ولا تم الطاكسي خصو يدعم. حنا كنعيشوا في المشاكل والمشاكل كثيره. انت كتشوف دابا حنا الوضعيه، حنا دابا ساعه ونص حتى لساعتين حنا واقفين، يلا تجيك النوبه. هذا الروسيط اخويا باش غنجيبوه؟ ما لا باس الناس المسؤولين يجوا يراعيوا ويدعموا الطاكسي. وهذا من المشاكل الاولى. المشاكل اللي كنتخبطوا فيها مثلا هنا في البرنوصي، في المحطه البرنوصي، انتم جيتوا على غفله، يعني ما عندناش المرافق. راه بغينا ناديو هذيك الفريضه الصلاه ما عندناش، مسجد ما كاينش، الارض اللي بغينا نصليو فيها انتم كتشوفوا بعينيكم الارض كلها موسخه. علاش موسخه؟ حتى المرافق الصحيه ما كاينش، انسان اللي بغى يقضي الاغراض ديالو ما كاينش، لي طواليط انتم ما كاينينش. يعني وعندنا الناس راه مراد انسان راه ملي كيفوت 50 عام راه عنده السكر، عنده بزاف د الحوايج، يعني الاغراض ديالو فاش كيقضيهم؟ راه عيب ومن العار على الناس المسؤولين هنا في الجماعه البرنوصي يراعيو لهاد الناس هادو، يراعيو لهم ويديروا لهم المرافق الصحيه فين يقضيو الاغراض ديالهم. وواحد النقطه اخرى ثاني هي عندنا كنتخبطوا مع النقل السري. حنا دابا حنا ها حنا كتشوف حضرتو دابا ساعتين وحنا هنا، والنقل السري خدام ها هو حدا الجماعه ولا في الطريق، يعني الطاكسيات خدام ما كيدخلوش، خدام يعني كيهزوا في اماكن ماشي الموقف ديال سياره الاجره. وزعما كنطالبوا المسؤولين ديال الجماعه ومسؤولين ديال الامن تا هما يراعون لنا ويشوفوا من الحال ديال مالي الطاكسيات. وكانت هذه هي المشاكل اللي كيعاني منها القطاع ديال سيارات الاجره الحجم الكبير على لسان السائقين والمهنيين ديال القطاع. فهما عندهم مطالب مشروعه وطالبوا بها بشكل سلمي، فكنتمنوا ان المسؤولين يلتفتوا للمطالب ديالهم. ونتلقاكم في موضوع جديد قريبا ان شاء الله.